احنا تواجدنا اليوم بخصوص توزيع اوامر ابن المطلع. احنا صارنا 3 شهور نتواجد امام مؤسسه ما في شيء من طلع من وزير ولا من مدير ولا من وكيل. يا اخي انا متعجب من رئيس الحكومه هذا، تو الحين صارف حق الاشغال 380 مليون دينار، طريق ما يتعدى 80 كيلو. زين من الاولى الطريق ولا المطلع عندك؟ بعدين اعضاء الحكومه، اعضاء اللجنه الاسكانيه، ليش تربطوننا احنا بجنوب سعد العبد الله؟ جنوب سعد العبد الله توها بر ما صار فيها شيء، احنا توزيعنا من 2015 المطلع خالصه من البنيه التحتيه كلها، من المدارس، من المساجد، من افرع جمعيه، من طرق، من كل شيء. زين وزع انت المطلع، بعدين خلص جنوب سعد العبد الله. تربطنا بمنطقه هي بر، لحد الحين انت توزيع ما وزعتها. لا تربطنا فيها. بعدين الاسكان، بعدين الاعضاء، كل الاعضاء 50 عضو وخصوصا 17 عضو الموالين للحكومه. ولا واحد فيهم يطلع يتكلم. معقوله؟ زين انت ما تصرحون، زين 31 عضو اوكي خليناهم. سياسه ما سياسه، توجيه ما توجيه. زين انتوا 17 عضو يا الموالين الحكومه تكلموا عن المطلع.